حفاظي مش بعمل اي حاجه. قالوا لي استنى في تسريب ظهر ضياء السيد وبيتكلم فيه على شيكابالا واشرف بن شرقي وبيتكلم كلام ساعه عن الزمالك. قلت ده تسريب في حوار تلفزيوني؟ ده احنا لسه كمان ما نسيناش موضوع الفلاشات وميدو وحازم امام وسيف زاهر والفيديو الملعون. ايه يا جماعه هيطلع لنا تسريبات جديده؟ طب ايه الجديد بقى؟ تعال نشوف ايه الجديد. قول الكلمتين اللي كنت عايز تقولهم يا عم زياد واخلص. هو انت زملكاوي؟ ايوه زملكاوي. جميل زياد اديتهاله على طول. ده جميل زياد يا كابتن. قال لي احنا خدنا الدوري. قلت له ماشي وكاس يا كابتن وكل حاجه ناخدها ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. ماشي يا معلم. وهتاخده شيكابالا منتخب ولا يهوب؟ ولا يهوب يا باشا شيكابالا. هم هيموتوا ويقسوا كلمه ماسك دراعهم يعني عايز يحط شرط جزائي 500,000 دولار. طبعا بتصعب طبعا. في حاجه اسمها كده؟ لا. وايه يعني يمشي من اي وقت؟ يعني ممكن بعد شهر من امضاء العقد لو جاله حد يمشي. قول له طب واحنا عملنا واحنا استفدنا ايه منك؟ طبعا لازم بعد السنه الاولانيه للقلب ده يا كابتن، ولازم يبقى 2 مليون على الاقل، حاجه 2 مليون دولار عشان يستفادوا. نعم. هو كده جاله عقد؟ لا اكيد. ما هو لسه بقول لك هو جاله القلبه دي عشان جاله. هو الفيديو 4 دقايق ونص، بس الاربع دقايق ونص ما فيهمش اي حاجه خالص غير الكلام حوالين شيكابالا والكلام حوالين تجديد لاشرف بن شرقي. والكلام ده كابتن ضياء السيد ما قالوش غير لما قرر ان هو اللي يسال. يعني شوف يا اخي، طول ما انت بتبقى قاعد كده ما بتتكلمش خالص وساكت ما فيش اي مشكله بتجيلك، انما المشاكل بتظهر امتى؟ اول ما تقرر تعمل فيها بورم وانت اللي تسال. كابتن ضياء شال الكمامه، ساله قال له قول يا زياد في حاجه مزعلاك يا حبيبي؟ قول. انت قلت هناخد الدوري وخدنا الدوري، والتاني قال هناخد الدوري والكاس، بحيث ان كابتن ضياء يغلط. فيا ريت يا كابتن ضياء اغلط بقى وقول اي حاجه عشان خاطر الفيديو يبقى سخن وموحوح كده. كابتن ضياء سكت. قال له شيكابالا هتضموه؟ قال له لا بعيني يا باشا. ايه ده حبيب قلبي؟ هي دي الحته المطلوبه. نسكت بقى بعد كده نقعد دقيقتين نتكلم في اي حاجه، وبعد كده نيجي نتكلم حوالين اشرف بن شرقي، وحتى نقعد نتفرج على كابتن ضياء السيد وهو بيتوب لمؤاخذه في الفيديو. طب ليه كده؟ عشان خاطر جاي حته اشرف بن شرقي دلوقتي وبيسال على اشرف بن شرقي. بص باك ستيدج، لو سالت اي حد في مصر ايه رايك في اللي بيعمله اشرف بن شرقي في مفاوضاته للتجديد مع نادي الزمالك، يقول لك ان اشرف بن شرقي بيحاول يطلع باكبر مكاسب ليه في المفاوضات مع نادي الزمالك، وان اشرف بن شرقي لو جاي قال له اي عرض هيمشي. انما لو سالته على الهوا وقدام الكاميرا يقول لك اشرف بن شرقي لعيب كبير يجب التجديد ليه علشان خاطر الزمالك محتاجه فنيا جوه الملعب، واشرف بن شرقي لعيب صعب انك تعوضه. ده الكلام اللي هيتقال اون ستيج، انما باك ستيج هيتقال اللي قاله كابتن ضياء السيد. هل انا بعيبش على كابتن ضياء السيد؟ بالعكس، انا عايز الراجل يقدم استقالته، لان دايما نهايه كل بورم ما بتكونش حلوه. كابتن ضياء هو البورم وهو اللي قرر يفتح بقه. ولما اخذ كابتن ضياء انت مضطر تحاسب على الفتره بما انك اتكلمت، وموضوع دعابه ده احنا بنقول لك استقيل كده علشان خاطر بسم الله ما شاء الله انت مجبر ان انت تحاول دلوقتي تدافع عن نفسك، لان انت خلاص الراجل لبسك وسالك السؤالين وخلاص. بقى كابتن ضياء البس بقى في الحيط، لانك بصراحه هتستاهل كل خير يا كابتن ضياء، والبس علشان خاطر هي دي نهايه البورم اللي فاهم نفسه ان هو يعني الموضوع عادي والحياه حلوه. ما تعرفش ان من ساعه الفيديو بتاع ميدو وكل الناس بقت بتقلق دلوقتي من اي كاميرا بتشتغل في الاستوديو وراها، وبتبقى تقول يا رب استر وما يطلعنيش في اي تسريب. البس يا كابتن ضياء، انت ابن حلال وتستاهل كل خير. البس البس البس, البس.